السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخوان، مرحبا بكم مرة أخرى. إذن في هذا الفيديو، بعيدا عن المدامات والجيمينج، سأقوم بشرح برنامج موجه لي الذين يرغبون في التعديل على ملفات البي دي اف. هذا الفيديو يخص السادة الأساتذة الذين يعني يحتاجون إلى التعديل على المعلقات والمذكرات والمخططات إلى غيره من الملفات البي دي اف. غالبا نحتاج إلى إضافة كلمة أو إضافة سطر أو حذف سطر أو إدماج صورة أو حذف صفحة كاملة من ملف بي دي اف. هذه التعديلات نحتاج فيها إلى برنامج احترافي، يعني بروفيسيونال. أشهر البرامج، يعني على حسب ما على حسب تجربتي، أشهر البرنامج هو برنامج نيترو برو بروفيسيونال أو برنامج أوتو بريدر كروبات بروفيسيونال. هذين البرنامجين أفضل برامج التعديل على ملفات البي دي اف. يعني أعرف أن هذا الفيديو موجه للشريحة، وهذه الشريحة يعني نوع ما لديها ضعف في الإعلام الآلي والبرمجيات، لذلك سأحاول أن أبسط هذا الفيديو قدر المستطاع. في البداية ستحتاج إلى تحميل، يعني هذا الفيديو سأخصصه لبرنامج نيترو بروفيسيونال، سأقوم بتحميل هذا البرنامج. طبيعة الحال سأترك لكم الرابط أسفل الفيديو، انزلوا أسفل الرابط أسفل الفيديو ديسكريبشن أو الوصف، ستجدون نيترو برو انتربريز الإصدار 13. هناك نسختين، نسخة موجهة للذي عنده ويندوز، لا يهم إذا كانت ويندوز 7 8 8 1 أو 10، لكن أتكلم عن النسخة، عن البيت. للذي عنده 32 بيت إصدار 32 يحمل هذا، الذي عنده 64 إصدار 64 يحمل هذا. طبيعة الحال إذا قلت لي يا يعني يا أستاذ، لا أعرف نوع الويندوز، تذهب إلى هنا، كليكي باليمين هكذا، ثم Property أو خصائص، واذهب إلى هنا وتأكد من نوع الويندوز. ها هي تيب سيستم تيب أو نوع الويندوز، لاحظوا 64 بيت أو 64 بيت. قد تجد 86 أو 32، إذا وجدت 86 أو 32 قم بتحميل هذا الإصدار. إذن أتمنى أن تكون هذه واضحة، وقد وضعت هذين الملفين، سأضع لكم الرابط أسفل الفيديو في الوصف، حمله. ننتقل إلى الأمر، أنا حملت البرنامج، نقوم الآن بتثبيته وتفعيله. لا تحاول تحميل البرنامج من الانترنت لأنك لن تجد التفعيل، وإذا وجدت التفعيل فغير مضمون أنه يكون فيروس، احذروا يعني. فلا تحاول تحمله من الانترنت، بل ولن تجده مفعل. بطبيعة الحال في الانترنت لن تجده مفعل، يصعب أن تجد هذا الإصدار مفعل، لذلك قم بتحميله من الرابط الذي أضعه لك أسفل الفيديو. أنا قمت بتحميله، أعتقد أنني وضعته هنا 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 نيترو برو، ها هو. سأقوم يعني تجده على شكل وينرر، ملف وينرر، قم بفك الضغط عليه هكذا. نعم، قمت بفك الضغط عليه، أين هو؟ ها هو. إذن أنا الآن حملت الإصدار الخاص بي اللي هو 64 بيت، ها هو. هذه التوجيهات اللي أحتاجها، وها هو الباتش الخاص به. important مهم، أو شيء مهم، لا تحذف ولا شيء، يعني هذه خاصة بي، أنا أقوم بحذف الأشياء التي لا أحتاجها. إذن هذا هو البرنامج، سأقوم بتثبيته ثم تكريكه أو عمل باتش له حتى يتم تفعيله. طبيعة الحال هذا خاص ب 32 بيت وهذا خاص ب 64 بيت، على حسب نوع الويندوز الخاص بك. إذن أنا عندي 64 بيت، سأقوم بتثبيته، بسيط جدا. مهم جدا أن تترك هذه الأشياء مفعلة هكذا. لماذا؟ لأنك إذا كنت تستعمل مثلا الوورد وتريد مباشرة من الوورد تحويل الملف إلى بي دي اف، تستطيع مباشرة من الوورد بدون غلق الوورد تحولها إلى بي دي اف. إذن مهم جدا أن تترك هذه الأشياء هكذا كما وجدتها. قوم بتثبيته. إذن في هذا الفيديو سأشرح الأشياء البسيطة فقط، القص قطع
إضافة صورة، حذف كتابة، إضافة كتابة، هذه الأشياء البسيطة فقط حتى لا يطول هذا الفيديو. إذا كنت تحتاج إلى شيء لم أشرحه أترك تعليق ربما في فيديو آخر إن شاء الله. لا أريد إقلاع، لا أريد أن للبرنامج أن يقلع. الآن ماذا أفعل؟ أنا عندي 32 أم 64، عندي 64 يعني 64، نقوم بنسخة هكذا الباتش ونذهب إلى سطح المكتب. عندك البرنامج أنقر عليه باليمين ثم Open File Location يعني فتح مكان الملف. أنت ستجد بالفرنسية، الفرنسية والله لا أدري، المهم إذا كانت عندك العربية فتح موقع المجلد أو فتح موقع البرنامج، بالفرنسية أوفغيغ لومبلاس موديفيشي أعتقد هكذا إذا لم تخن الذاكرة. أوفغيغ أنا لا أستعمل، لا عفوا أنا لا أستعمل الفرنسية إطلاقا. Open File Location يعني فتح موقع البرنامج، أو تستطيع من هنا تذهب إلى C ثم Program File ثم مجلد اسمه نيترو وتدخل على نيترو يعني هكذا. إذا سأحاول أن أمطط هذا الشرح حتى يفهم القاصي والجاني، تذهب إلى Program File وتبحث عن نيترو. أين هو نيترو؟ نيترو هو نيترو، مجلد اسمه نيترو، وتدخل إلى Pro 13 وتجد هذا المجلد. إذا ماذا نفعل الآن؟ نقوم بنسخه هنا الباتش، وتستطيع مباشرة يعني من المجلد الأول أن تقوم بعمل باتش. ها هو تفتح هذا البرنامج Run as Administrator، إقلاع إداري أفضل هكذا، وتضغط على باتش تفتح هذا الباتش. الآن قمنا بتفعيل البرنامج، كل هذه الأشياء تثبيت البرنامج وتفعيله. ها هو قمنا بتفعيل البرنامج، مهم جدا. انتهينا من تفعيل البرنامج. الآن نفتح هذا البرنامج النيترو برو. هو البرنامج. لتوضيح كيف سنقوم بالتعديل على الملفات، للأسف هنا ليس عندي أي يعني هذا الجهاز ليس خاص بالدراسة، هذا يعني خاص بالجيمينج وأشياء أخرى يعني. ذهب إلى دالون، أعتقد سأجد ملف PDF ديكيمون. نعم ذهب إلى ديكيمون. عندي فاتورات، قمت بدفع فاتورات عن طريق الدهرية، أفتح أحدها، المهم لا يهم، أفتح هذا مثلا، قمت بفتح هذه الفاتورة. هي فاتورة أو الروسي، يعني الروسي الخاص بفاتورة، يعني عندما تدفع الفاتورة تحصل على روسي. أنا فقط ملف PDF لأريكم كيف نقوم بالتعديل عليه. أول شيء سيشتاق له يعني السادة هو حذف، لأنه مثلا عندي معلقة، عندي مذكرة أو معلقة. أول شيء سأحتاجه في قد أجد الأستاذ الفلاني أو المقاطعة الفلانية، أريد حذف تلك الكلمة لأنها لا تناسبني، أو المدرسة الفلانية أريد حذفها، أو السنة قديمة مثلا أريد حذفها، يعني هذه الأشياء معروفة يعني. نبدأ بحذف، إذا نبدأ بحذف لا مشكلة. حذف أين نجدها؟ Converter Review Page يشبه الورد، إذا لاحظتم يشبه الورد، يعني الذي لديه فقط أساسيات في الورد سيستطيع وحده أن يصل إلى الحذف، أو على الأقل أشياء أخرى يستطيع أن يفعلها لوحده. الآن ها هو البرنامج مفعل، لاحظوا مفعل، سأقوم بالحذف. نذهب إلى إرس أو حذف، هذه التبويبة، هذه التبويبات، نذهب إلى هذه التبويبة. من هنا نذهب إلى هذه العلم رايت أوت يعني، ونأتي مثلا أريد حذف هذا التاريخ، أقوم بالنقر بالزر ليس الأيمن أيسر، ونقوم بسحب الكتابة إلى المكان الذي أريده هكذا هكذا مثلا. يقول يا نعم مشات نرجعها نرجع. إذا كان سوف قرديت يعني إذا قمت بعملية الحفظ هي سيف، انتهى الأمر، لا يمكنك استرجاع ما حذفته. إذا دائما قم بالأعمال لما تنتهي وتتأكد من أنك صحيح يعني كل شيء تمام، قم بحفظ، لا تحفظ مباشرة، لا تحذف وتحفظ، عدل حتى تنتهي من التعديلات، قم بالحفظ. إذا قمت بالحفظ انتهى الأمر، لن تستطيع الرجوع إلى النسخة الأصلية، أو قم بعمل نسختين يعني نسخة أصلية ونسخة عدل عليها. مثلا أنا سأقوم بحذف مثلا هذه هاي. ما لاحظ لم يعجبني هذا الرقم مثلا، أذهب إلى هنا نفس الطريقة، نو
ايوه احدد له هذا الخيار، لم يعجبني هذا الرقم ساحذفه. بفرض انني اريد الكتابه، يعني اريد ادخال رقم اخر. الارقام سهله. الان انتهينا من الحذف، نذهب الى هوم، الى الرئيسيه، ومنها نختار التكست. اذا كان النص بالفرنسيه او بالانجليزيه لا مشكله، ستستطيع ادخاله بسهوله. مثلا اكتب هنا 1 2 3 4 5 6 7 مثلا. لاحظ أن الخط هذا ربما أكبر من الخط الآخر. أقوم بالتصغير. ها هو 9. أيوة. لاحظ بأن الخط غير متشابهة. ها هو. أبحث عن الخطوط التي تشبهها. لاحظ من يريد الخطوط، خاصة الخطوط العربية، التي أكثر من 1000 خط. أكثر من 1000 خط يمكن أن أضع لكم الرابط لتحميله إذا أردتم طريقة الحل. بالنسبة لي أنا لا أستعمل هذا الحاسوب للوورد، لكن إذا كان لدي الوورد سأريكم أنواع هذه الخطوط التي أكثر من 1000 خط. يمكنك أو يمكن أن أضع الرابط حوالي، أعتقد حوالي 150 ميجا هكذا حجمها. إذن تستطيع استعمال يعني خطوط ما شاء الله عجيبة وغريبة بالنسبة للغة العربية. يمكنك أن تضيفها للوورد الخاص بك أو الويندوز الخاص بك، ربما أضع لها فيديو آخر. إذن تغير نوع الخط كما وضحنا. ها هو نوع الخط. أريد أن أسحب هذا الكلام إلى المكان المناسب. أذهب إلى هوم، هنا هوم، ثم اليد هذه، وأقوم ب أيوة لأضعها في المكان المناسب. روح أنت أعطينا العافية يا والدك. أيوة وضعتها في المكان المناسب. لاحظتم؟ إذا كانت الكتابة فرنسية أو عربية لا مشكلة. المشكلة إذا كانت الكتابة عربية. إذا كانت الكتابة عربية أعتقد إلى حد الآن أنا ما زلت أبحث عن المشكلة، أريد أن أجد لها حل جذري. إذا كانت الكتابة عربية، لاحظوا كيف تظهر. أضع كتابة عربية. هل هو عربي الآن؟ لاحظوا منها السلام عليكم، نكتب السلام عليكم. شو السلام عليكم كيف أكتبها؟ أجي السلام عليكم. معلش، شوف الكتابة العربية وش هي المشكلة في هذا البرنامج. راني مثلا نبحث عن حل جذري، ولكن وجدت لها حل. ما هو الحل؟ إذا كنت تريد إدخال كتابة عربية ماذا تفعل؟ استعمل هذا الموقع. يعني شوف استعمل هذا الموقع. أين هو؟ أهو. نخلي لكم الرابط نتاعو. هذا الموقع معروف حتى في اللي يخدم بالفوتوشوب بزاف، واللي يخدم برامج الخاصة بأدوب أو منتجات أدوب يعرف هذا المشكل بزاف، أو يعرف يفهم هذا المشكل بشكل جيد. واش راح نكتب هنا؟ نكتب السلام عليكم، هذيك اللي ما باش يكتبها هو. السلام عليكم. ايوه ونسخوا هذا السلام عليكم. مش هذه، عفوا نسخوا هذه، نديروا تحويل ونسخ هكذا. تحويل ونسخ، خلاص نسختها. دير اضغط على هنا فقط ونرجعوا للبرنامج نتاعنا. البرنامج نتاعنا هذا هو اللي قاعد يخوض لنا هنا، مكتب لنا السلام عليكم مليح. نديروا كنترول في. هي شتوا كيف كتبت مليح؟ كتبت مليح. الان نحركها للبلاصه اللي انا باغيها بنفس الطريقه. نرجع لليدين هنا، نمشوا لليدين ونشدها هكا. ايوا ونحطها السلام عليكم هنايا. هاي بالك الخط نتاعها ما عجبنيش. كليك على بلا دروات وروح لهنا، كبر على روحك. الصوره، اين نضيف الصوره؟ الصوره اين هي؟ مشهوره. اين هي الصوره؟ في الهوم. هم انسر. انسر اين هي؟ انسر كونفرتر تو ادد تو ايمج، هذه التحويلات. هي هنا في الريفيو. ادد ايمج فروم فايل، بغيت نضيف صوره. مثلا هذا مودم، اعتقد ب 310 مودم. نضيف هذا المودم، صوره هذا المودم. قال لك ما يدفع، كيف ما تضيفهاش؟ ضيفها. الان هو اني ضفت لكم مودم. ايوه صغر بارك الله فيك، صغر الصورة كما تبغي. أيوة تم إضافة المودم. هذا هو المودم. أضفنا مودم أو الصورة، نحفظها يعني حركها في المكان اللي باغي، ما هوش حاجة صعبة. سواء كانت إذن يمكنك إضافة الصورة بكل بساطة وحفظ المستند. لا أريد الحفظ. نضيف مثلا أو نرسم كتابة ونرسم خط يعني بشكل يدوي، يعني بشكل يدوي، ونقوم بمسحه من هذا المكان. اهو قم بمسحها.
هذه ادخال لينر او ادخال ديستيناتير قياس هذا قياس بغيتو تردوه لنا الاوتوكاد اوتوكاد صح هذه القياس لينر معليش باغي تحدد مسافه يعني كتراسم المسافه وحاب تحدد طول نتاعها 3 انش او ماذا يقصد به ما الوحده لا اريد ان ادخل فيها هنا الاشكال اضافه دائره او اضافه لاحظ تحديد هكذا مثلا تريد رسم دائره هذه الاشياء بسيطه هذه علامه مثلا تريد ان بيد تم الدفع مثلا تريد ايضا اضافه يعني اضافه هي مثلا علامة أو مارك إضافتها من هذا المكان وتستطيع أن تقوم ب يعني كتابة علامة وتضيفها في المكان الذي تريد هذه للتخطيط على النص يعني تقريبا كل شيء واضح كل شيء واضح مثلا تريد أن تشطب على أشياء قم ب هكذا بالتخطيط على هذه النصوص هل يوجد شيء آخر قمنا بحذف بقص أو تحريك إدخال صورة تعليم ماذا نحتاج إلى شيء آخر هذه فقط للسينياتور تريد إدخال مثلا السينياتور الخاص بك مثلا ها هو السينياتور create a new signature مثلا تريد اسمك عفوا عربية قلت يجب أن تذهب إلى ذلك الموقع بالفرنسية signature تاعك كما يقول أيوة هو signature تاعك ضعه في المكان الذي تريده في آخر الورقة أول هذه الأشياء لا نحتاجها في الحقيقة نحتاج إلى قص قطع إدماج الصورة إضافة صورة حذف سطر هذه الأشياء المهمة حذف صفحة أو إضافة صفحة مثلا أريد إضافة صفحة last يعني بعد أحدد لها نوع البيج يعني بعد الصفحة رقم واحد يجب أن تكون هي الثانية بعد الصفحة رقم واحد مثلا إذا كانت فيه ثلاث صفحات وتريد إدخالها هي الصفحة الرابعة تحدد هنا وتكتب هنا الثالثة واللاست يعني التي بعدها وأدخلها أيوة لاحظ هاي الصفحة الأولى هاي الصفحة الثانية فارغة أريد حذف هذه الصفحة الثانية أريد حذفها هذه الصفحة التي أدخلتها أضغط على ديلات راح يقول لي وش الصفحة راح تحذف هو أصلا المستند كان فيه وحدة زدت أنا وحدة ولا الثانية يعني هذه اللي ضفتها باغي نحذفها صبروا نكتب فيها باش تكون باينة نكتب فيها هكا باش ايوه خلاص شوف هاي الصفحه الاولى هاي الصفحه الاولى هاي الصفحه الثانيه اريد ان احذف هذه الصفحه نذهب الى دلات هنا سيسالك اي صفحتين ستريد حذفهما فيه صفحتين فقط ساقول له رقم 2 ثم دلات مشات ها بقات غير صفحه واحده ايضا هناك التحويل الى ايماج هي يعني من لهم هنا هذه بسيطه نذهب الى كونفرتر تحويل الى بي دي اف او الى وورد تحويل يعني هذا بي دي اف تحولها الى وورد تحولها الى اكسل باوربوينت تو ايماج مثلا انا اريد احولها الى صوره لان اقوم بنشرها في الفيسبوك اضغط على هكذا سيقول لك ما نوع الصوره احسن الصور هي البي ان جي والجي بي جي انا اختار جي بي جي وهنا يسالك عن يعني مدى ما يسمى هو الفريم الخاص بالصورة يعني ما جودة الصورة حدد أنا أدعها يعني الجودة الحالية تركها هكذا إذا كنت تعرف أنواع الجودات مثلا الجودة الـ HD تأتي إلى هنا ولكن سيكون حجمها كبير كلما كانت الصورة بجودة عالية يكون حجمها لذلك أنا أفضل دائما أتركها هكذا ثم أين ستضعها قل له اسألني دائما بارك الله فيك اسألني عن أين سأضعها أو يقول لك وين حب تضعها ضعها لي في ماد ماكس هذه دي لي هنا أيوة راه فتح لك المجلد وين حطها هذه هي المفروض هذه هي الآن أصبحت الصورة إذن هذا البرنامج إن شاء الله فيه مجموعة
يعني لا 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 يمكنني لا هذا حجم الفيديو أو يعني قصر الفيديو هذا، لا يمكنني أن أشرح فيه كل شيء، يعني الوقت الخاص بالفيديو لا يمكنني أو لا يستوعب كل شيء في هذا البرنامج. لذلك أنا شرحت الأشياء الأساسية، إن كان هناك شيء غفلت عنه فعذرا إخواني. كل ما يسعني أي شيء، أي تعليق أكتبه تحت أسفل الفيديو سأجيبكم عليه. أخوان دمتم في أمان الله، السلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.